احنا قادرين نعاونوا البلاد والناس يشوفونا احنا ناجحين يزيدوا يخدموا كيما احنا، ولكن همشونا احنا كيف يتبعونا الناس ما يتبعوناش، احنا مهمشين. احنا نوجهوا للمسؤولين الكبار، الوزير الفلاحة ولا عبد المجيد المحترم، الرئيس المحترم الجديد ينظر لنا بعين الاعتبار. احنا نحتاجوا الدعم، احنا كفلاحين، ويشوفونا الناس خدمنا يزيدوا يخدموا، ماشي يشوفونا نخدموا ديما هنا في الميدان. درك احنا سنين من 87 احنا نخدموا هذه البلاصه، خدم فيها 6 سنين، ويشوفوك الناس ومن هو اللي يروح يفلاح. احنا قادرين نستغناو على لا 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 على البترول، ونستغناو على الحمد لله الاراضي نتاعنا الخير والبركه فيها، تجيب اللي تزرعوا يجي هنا، اللي تزرعوا يجي هنا الحمد لله. نطلبوا المعينه من رئيس الجمهوريه ووزير الفلاحه ينظر لنا بعين الاعتبار، وهذا ما كان قادرين ديما قادرين ان شاء الله، ويخلي ولادنا ما يفشلوش، خلي ولادنا ما يفشلوش.